الحديث أكثر. نرحب بالأستاذ عبد الله السبع المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية. أهلا بك عبد الله. خلينا في البداية يا أخي، التيك توك وعناوين وقصص دائما تظهر في التيك توك، لكن عبد الله خلينا نسأل، ما الذي سهل مثل هذه التحديات أنها تظهر عبر منصة تيك توك؟ نتكلم من زاويتك التقنية. طيب، أول شيء لازم نعرف أن تيك توك يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي إذا شاف فيه اهتمام في نوع معين من المحتوى يبدأ يطلع لك هذا النوع من المحتوى بشكل أكثر، فهذا يزيد التفاعل، يزيد المشاهدات وغيرها. فعلى سبيل المثال، الأسبوع القادم إذا أنت مهتم في التقنية راح تلقى أغلب استخدامك في تيك توك وغيرها، راح يطلع لك ناس صانعين محتوى من حول العالم يتكلمون عن أجهزة تقنية جديدة، خاصة أن مؤتمر أبل راح يكون الأسبوع القادم، وفي شركات كثيرة أيضا راح تعلن عن شغلات كثيرة. فالذكاء الاصطناعي راح يعرف المحتوى حقك، وبعدها يبدأ يقترح لك مثل هذا المحتوى، ويصير بدام أن أنت مهتم فيه يبدأ يطلع لك محتويات أكثر. فعلى سبيل المثال، إذا أنت مهتم بنادي معين راح تشوف كل المحتوى حقك موجود عن هذا النادي. إذا أنت مهتم بفكرة معينة أو طريقة معينة، المحتوى راح يبدأ يطلع لك كل المحتوى اللي أنت مهتم فيه. فهذا الشيء اللي يساعد أنه التحديات تبدأ تظهر، لأنه الناس كل فترة تدور على طريقة أنها تشتهر في منصات التواصل الاجتماعي، فلقوا التحديات هذه اللي تكون موجودة أنهم يبدون يطلعونها ويستخدمونها لزيادة أعداد المشاهدات، وبالتالي زيادة أعداد المتابعين، وبالتالي زيادة أعداد المدخولات النقدية من منصات التواصل الاجتماعي. فلذلك هي حلقة ودائرة مختلفة. فلذلك أغلب الشباب للأسف ما يفكر بعواقب الشيء اللي يسويه، إنما يسويه بدون معرفة كاملة إنه ممكن هذا يسبب لك وفاة، والتحدي هذا قد يسبب مشاكل. بدأ الموضوع بطريقة بسيطة، خلفيات صوتية وغيرها، بعدين بدأ يصعد 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 يصعد، وبدأ يوصل للإهانة الشخصية. قاعد نشوف حاليا بثوث موجودة في تيك توك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، تلقى الأشخاص حاطين عليهم طحين وقهوة وفلفل، يعني شيء ما يليق بالإنسان أساساً أنك تسويه. بالنسبة للأمور لا تليق بالإنسان، يعني نعرف أنه تيك توك من أكثر المنصات في العالم يعني شدة، تمام، موضوع المحتوى اللي ينشر، سواء المناظر اللي تتعلق بالحرب، الأشياء لها علاقة بالعنصرية، بالعرقية، كل هالأشياء. لكن تجي عند موضوع التحديات، ما في أي أحد يقننها، ولا في أي أحد يحاول أنه يحد من انتشارها. فبرأيك من وجهة نظر تقنية، وش اللي قاعد يصير معاهم؟ خلينا نتكلم أنه تيك توك قاعد يحاول أنه يسوي سيطرة على المحتوى، لكن لنفترض افتراضاً أنه في شخص حاط يده على رقبته وجالس يحاول يكتم نفسه إلى أطول فترة ممكنة. تويتر ما راح يعرف إنه هذا الفعل غير جيد. ممكن مع تطور الذكاء الاصطناعي يبدأ يميز هذا الموضوع، لكنه إنسان ماسك رقبته بنفسه ويكتم نفسه لأطول فترة ممكنة. وهذه التحديات اللي صارت في بريطانيا وتوفى بها أحد الأطفال بسبب هذه التحديات. تيك توك قاعد يحاول إنه هذا المحتوى ما يطلع، يحاول إنه يحارب مثل هذا المحتوى، لكنه كثرة التحديات، كثرة الطرق اللي الناس تتحدى بعضها فيها ممكن تسبب مشكلة كبيرة في محاولة اصطياد مثل هذا الموضوع. لكن نرجع ونقول إنه يجب إنه يكون في توعية في عامة من الجهات المسؤولة عندنا في السعودية، وأيضاً مخالفات على الأشخاص اللي يسببون مخالفات من هذا النوع. إحنا والله قاعد نشوف ما شاء الله، يعني كل فترة نسمع عن أخبار إنه تم القبض أو تم التنبيه أو غيرها عندنا في السعودية، لكن يظل إنه لازم في توعية لهؤلاء الشباب. هل راح تكون في مناهج تعليمية موجودة دراسية توعي الناس كيف يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، كيف يستخدمها بشكل آمن، كيف يستخدمها بشكل مميز؟ قد يكون هذا الشيء وارد وواجب في السنوات القادمة، إنه نبدأ يكون عندنا منهج تعليمي يساعد الطلاب إنه يستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل يليق في بلده اللي هو يمثلها. كل شخص ترى موجود في منصات التواصل الاجتماعي هو ما فقط يمثل نفسه، إنما يمثل بلده اللي هو موجود فيها. فلذلك وجود مناهج تعليمية أو وجود تعليم من الآباء والأمهات للأطفال كيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي شيء واجب علينا في الفترة الحالية، شيء صار أساسي من أساسيات الحياة. إذا أنت تعطي ولدك جوال يستخدمه، لازم قبله تعطيه دورة كيف يستخدم هذا الجوال. زينا الآن إذا أنت أعطيته سيارة،
انت مو تعطيه سياره يستخدمها بس ما تعطيه سياره تقول له اطلع وسوق هذه السياره، لا تعطيه سياره تعطيه قيود في البدايه تقول له لا تطلع توديه مدارس تعليميه عشان يتعلم كيف يسوق هذه السياره. ترى الجوال الان خطورته زي مخاطر السياره، اذا انت تخاف من ولدك انه يموت بسبب قياده السياره ترى قد يموت بسبب استخدام الجوال اذا انت ما وعيته في كيفيه استخدام الجوال بشكل صحيح. كل الشكر لك ضيفنا عبد الله السبع المحرر التقني في صحيفه اندبندنت عربيه، يعطيك العافيه.